مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه نشوف تيفي. توجهت المديريه العامه للامن الوطني اول امس الجمعه بمدينه مراكش بجائزه التميز الافريقي للحكومه الالكترونيه. هذه الجائزه كتمنح تكريم الافضل مشروع حكومي الكتروني في المنطقه، وكيشكل هذا التتويج ايضا تكريم للجهود لجميع منتسبي المديريه العامه للامن الوطني اللي عملوا لعده سنوات من اجل انشاء هذا النظام الاساسي الوطني الموثوق به. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت منذ عدة سنوات جزء من عملية تحول رقمي حقيقية مكنتها من التكيف مع تطورات تكنولوجية جديدة. وحضر هذه الدورة وفق بلاغ المنظمين أكثر من 1500 خبير بما في ذلك 100 متحدث من جميع أنحاء العالم و80 عارض، لتشكل بذلك أكبر اجتماع إفريقي حول أنظمة الدفع والحكومة الإلكترونية. بهذا غادي نوصل لنهاية هذا الخبر. إلى اللقاء.